السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نكمل معكم تتم الدرس ديال ثنائي القطب ار سي دي بون ار سي. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نبينو بعد تعطو. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نديرو طو بينو عندها بعد زمني، يعني عندها واحد ديمونسيون هوموجين، بعد متجانس، يعني ان ديمونسيون هوموجين، يعني غنديرو لاناليز ديال الديمونسيون تاع، يعني نديرو التحليل البعدي تاع ديال طو. تافقي؟ نتوما اش كتعرفو نتوما؟ طو كتساوي ار سي، البعد تاع طو بحق، او البعد تاع طو يساوي البعد تاع ار في البعد تاع سي. هذا هو الرمز تاع البعد، هذا هو الرمز تاع البعد، عقلو، هذا هو الرمز تاع البعد. شنو ندير؟ نعلم ان، اش كنعرف اخويا؟ على ان يو ار كتساوي ار في. إذا R كتساوي U R على I، ياك؟ ومنه بعد R كبيرة اش يساوي؟ البعد تاع U على البعد تاع I كبيرة. ملي كدير البعد كتحيد R، كتحيد R. ونعلم أيضا، فاش كنعرف أخويا؟ على أن خاصني دابا سي، سي منين غنجبدها؟ هاي اي كتساوي دي كيو سور دي تي، مع كيو كتساوي سي او سي. اذا اي اش غتولي تساوي؟ هي بحال قلتي غتولي تساوي دي تاع سي او سي على دي تي. شوف شيل هاد كيو كتساوي سي او سي، عوضها لي سي عندك ثابته بحال قلتي عندك، هادي راهي سي او سي بريم. سي عندك ثابت غتخرج من الاشتقاق غتولي سي او سي بريم. هاد او سي بريم راه هي دي او سي سير دي تي، يعني اش كتساوي؟ هادي راه هي سي دي او سي سير دي تي. هاي سي دي او سي سير دي تي. دابا اش خصني ندخل؟ البعد، ومنه بعد اي ماذا يساوي؟ يساوي بعد سي فاش البعد كيحيد الدي، كيحيد المشتق في البعد تاع او على البعد تاع دي. علاش بغيت البعد تاع سي؟ عندي يعني البعد تاع سي اش يساوي؟ هنا الضرب اش كيولي؟ قسمة، القسمة كتولي ضرب، هاد الضرب غيولي قسمة، هاد القسمة غتولي ضرب، كتولي تساوي البعد تاع اي بحال قلتي هادي، بحال هاي ا في بي على سي، هي ا في بي الكل على سي، يعني الكل على دي. بحال كي قلتي هاي البعد تاع سي في البعد تاع اي كل على البعد تاع دي، هادي البعد تاع القسمة طلع الفوق، يعني دي طلع، يعني فاش في البعد تاع دي. علاش؟ البعد تاعي كاين اللي ما غيفهمنيش فيكم. هنا شوف هي البعد تاعي في البعد تاع تي اش كتساوي؟ البعد تاع سي في البعد تاعي قسمة ولا الضرب. أنا خاصني سي، إذا هادي غتولي قسمة. صافي دابا هادشي فين غنعوضو؟ هادشي هادشي مسكين فين غنعوضو؟ هادشي شوية ليكم، هادشي غير نعوض، هادشي هاد سي هاي جبتها، هاد ار نحاول نعوضو هنا. إذا البعد تاع طو شحال غيولي يصير؟ البعد تاع ار هاي هي البعد تاع او على البعد تاع اي، فاش سي هاي هي البعد تاع اي في البعد تاع تي كبيرة على البعد تاع اي كبيرة، اش يساوي؟ البعد تاع تي. أنا لقيت غادي، وبالتالي طو لها بعد زمني، ولا نقول وبالتالي سيت غولاسيون اي هوموجين، ولا نقول وبالتالي سيت غول، وبالتالي لونيتي دو طو اي سكوند، ولا نقول دونك لونيتي دو طو اي سكوند. صافي هادشي لي كاين. هادي راه البعد تاع طو، يعني البعد تاعها هو تي، يعني هو الزمن، الزمن لو طو،
تعرف كاين دابا فيه دابا ان شاء الله نحاولوا ندوزو للتفريغ، نوريكم واحد التفاضل ديال او سي و او ار و اي كيفاش كتلقاوهم بحال التفريغ دابا. سانتو دابا مسح الصبورة ندوز بحال التفريغ دابا. الدارة بحال التفريغ بحال كيفاش كتكون عندك، كون هو مكتف من السي هنا مواصل او من مقاومة او ار، هنا كيكون قاطع التيار مثلا، مثلا هنا كتكون المولد كيكون عاطيك مولد او، هنا كيكون عاطيك في الوسط كيقول لك المرة الأولى خويا، كيقول المرة الأولى فهمتو، غنديرو هكا في الموديل الأول، ها هو الموديل الأول هو تيتشحل المكتب تعمر عليك سان خويا، هنا ما عمرتليش راه ما تخويش بحال دابا الطوموبيل عندك خاوي ما فيهاش ليسانس، الا ما عمرتيش واش غتزيد؟ ما غاديش تزيد لك. وكذلك المكتف الا ما تشارجيش ما غادي تشارجي، يعني الا ما تتشحلش ما غاديش يتم التفريغ، متفقين؟ دابا غنشرح لكم كيفاش تلقاو معادله تفاضلي ايكواسيون ديفيرونسييل لي او سي، كيما تشوفو المعادلة التفاضل لي او سي عرفو راسكم خصكم تلقاو او سي و دي او سي سور تي دي، كيما تشوفو. السلام عليكم. دابا غنحاول نقلبو على العلاقة، أول حاجة غنعتمد هو قانون إضافي التوترات، غندير قسم بهاديك السبورة، غندير دابخي كيفيكم فرونسي حسب قانون إضافي التوترات، يعني دابخي لا لوا داديسيون دي طونسيون، لا لوا داديسيون دي طونسيون دو بوان اون. انا فين قبل ما نطبق قانون إضافي التوترات خاصني ترسم الدارة قدام عندي التيار، غادي نازل نتا بحال نازل من غيدوز من غيدوز من غيدوز من يو سي غتكون من حتى معاكس ما من حتى ليا، هادي يو سي يو ار تو غتكون معاكس هادي يو ار تاق. شنو عندي؟ عندي يو سي زائد يو ار شحال كتساوي؟ عندي يو سي زائد يو ار شحال كتساوي؟ هنا نقدر نسميها ديك نقدر نسميها او تاوتر تاع او كتساوي او، شوف هاد او هادي كتساوي او سي زائد او ار، او سي زائد او ار كتساوي هذا عندي سلك، سلك شحال كيكون التوتر تاعو؟ كيكون زيرو، لحقاش ماشي مولد وماشي موصل اومي ماشي مستقبل بصفة عامة، هاد السلك يعني او كتكون كتساوي زيرو، ولا تعرفش غدير بلا ما تراست هاد او بلا ما دير بحال ونيشان يو سي زايد يو اش كتساوي؟ مكاينش لنا مولي الوغ كتساوي زعما. السلام عليكم. دابا بغيت ندير يو سي، يعني يو سي خاصها تبقى نخليها مسكين هاي ار اي كتساوي زعما، من على ان اي كتساوي دي كيو سور دي تي، اذا اش غتولي؟ غتولي ليا يو سي زائد ار تي كيو سو تي تي كتساوي زعما، غندير ونعلم ايضا غتعرفو بلاتي نعلم ايضا كنعرفو بلي كيو كتساوي، سمحوا لي ناخذ ماركور عافاكم، كنعرف بلي كيو كتساوي سي او سي، إذن غنعوض نعوضها، إذا يو سي زائد هادي نعوضها شنو تولي؟ غتولي تي تاع سي او سي على تي تي، يو سي عندي سي عندي تاج بحال قلت لكم قبيلة، شنو وقع في الشقة؟ غتخرج يعني غتولي سي تي يو سي سي و تي تي، يعني بحال قلتي سي او سي بري، سي تي بتا غتخرج يعني غتولي سي او سي الكل بري. هاد بريم هي دي سي سير تيت زائد ار سي دي سي سير تيت كتساوي زيرو ماشي او،
صغير ما ديرنا دا طو اتقال ارسي ايدي هتولي اوسي زائد ارسي زائد طو دا اوسي سير تنتك تساوي سهل انت جبتي متافقين حد معايا في هادي ولا لا شوفوا فيها مزيان متافقين ولا لا متافقين دابا دابا انا قلت لك استنتج لي من هنا خويا بغيتك تستنتج لي المعادله التفاضليه ديال كو نعاود نقول لك بغيتك تستنتج لي المعادله التفاضليه ديال كو بغيتك تستنتج من هنا المعادله التفاضليه ديال كو كتقول انا خاصني المعادله التفاضليه ديال كو اذا خاصني كو وديت كو سير تيت يعني خاصني كو ودي كو سير تيت تا اش كدير دابا كتقلب على العلاقة بين اسوكي كدير نعلم ان كي كتساوي س اس تافقي كاينش طريقات هنا باش تلقاها الطريقة الأولى هاي اشرح لكم دابا اما تضرب هادي كاملة في س دير اذا بضرب اون ملتيبل بضرب المعادلة يعني ليكواسيون ديفيرونسيال التفاضلية الأولى تعطيها رقم واحد في سي يعني اون سي يعني في سي تانا نجد شنو غنلقى غنلقى سي او سي زائد طو سي دي او سي سير تي تي كتساوي سير زيرو هي زيرو ضربت كلشي في سي هاد سي غندخلها في الإشقاق غتجيني سي او سي زائد طو السي نقدر نلعب بيها ندخلها في الإشقاق هنا تولي تي سي 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 تي عرفتي علاش لحقاش سي ثابته ما كتاثرش يعني نقدر ندخلو ندخل في الاشقاق ولا نخرجها بحال 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 الفا في اف في الماس كل بي هي الفا اف بي خرج ولا دخلها سي سي شحال هي كو اذا كو زائد طو دي كو سي تي تي كتساوي زيرو وانت جبتيها الطريقه الاولى هي الطريقه الثانيه اش غدير غدير معلم ان طو كتساوي سي اس وجبت اذن يو سي كتساوي كو على سي ومنه لما تكتب بتعويض يو سي في المعادله التفاضليه الاولى نجد ولا ندير ومنه نيشان نيشان ولكن انا كنفضل تكتب ومنه بتعويض يو سي في المعادله التفاضليه الاولى نجد شنو غنلقى يعني دو اون رومبلاس يو سي دون ليكواسيون ديفيرونسيال 1 et on trouve la différence à chaque fois à tous les q à la c z i t o t q à la c à la d t q c o z a de bête c d'im si qui n'a un charge de l'échaqa à la tous les q à la c z i t o à la c c'est un échaqa qui n'a pas ma qa et dans la tous les t o à la c t q sur t t q c o z a un facteur de 1 à la c زائد طو دي كيو سير تي تي كتساوي زيرو هنا اش غتولي غتولي كيو زائد طو دي كيو سير تي تي كتساوي زيرو هاتا لقيتيها مبقاش واحد السين كتكون كتساوي زيرو هاتا لقيتيها متافقين دابا غنحاول ندوزو المعادلة التفاضلية ديال بي اه صافي غنحاول ندوزو المعادلة التفاضلية ديال بي اه دابا اش كتقول دابا انا بغيت معادلة التفاضل ديال اي اف ما كاين عندي حتى علاقة كتربط بين اي اف و دي اي اف سو تي تي خاصني ضروري نحاول نلقاه الا بغيت نلقى معادلة التفاضل ديال اي اف خاص ضروري نحاول نلقى اي اف و دي اي اف سو تي تي كتقول انا مع راسي ما كاين عندي حتى علاقة كتربط بين اي اف و دي اي اف سو تي تي الوغ شنو غادي كدو تناقش مع راسك سمحوا لي ناخذ ماركر باش نكتب كدو تناقش مع راسك جول دابا اش دابا اش كاين عندي كاين عندي العلاقة بين او ار و اس متافقين وكاين عندي المعادلة التفاضلية ديال او سي اللي فيها دي او سي سور دي اش كتقول كتقول لدينا حسب المعادلة التفاضلية ديال او سي انا نشرح لكم دابا هاي او سي زائد طو دي او سي سور دي تي كتساوي زيرو فاش كتبها كتقول انا كاين عندي علاقة بين او سي و او ار باش ملي تعوض هادي دي او سي دي تي تولي تعوض دي او ار سي دي تي شنو هي العلاقة هي حسب قانون اذا في توترات
شوف دابا صافي خاص يو اف دي يو اس دي دابا انت شكينا عندك كاين عندك علاقه بين يو سي و يو ار واش خاصك خاصك دي يو اس دي منين غتجيب غتجيب من هاد علاش لحقاش كاينه علاقه بين يو سي و يو ار يكفيك انك تشد ديك العلاقه اللي فيها يو سي و يو ار وتخرج منها يو سي وترومباسي هنا كاين شي واحد اللي ما غيفهموش صافي دابا اش كدير مع راسك كيقول دابا انا بغيت ار دي ار سي دي كتقول عندي كتقول عندي علاقه بين يو سي و ار هاي هاي نكتب لكم عليك العلاقه حسب قانون اضافي التوترات هاي يو سي زائد يو ار كتساوي زيرو يعني يو سي كتساوي ناقص يو ار هي دي العلاقه كتقول هاي عندي العلاقه بين يو سي ناقص يو ار اش خاصني دي يو ار سي دي منين غنجيب غنجيب على بعض من هاي كي عندي دي يو سي سي دي وين يو سي نعوض بناقص يو ار فهمتوني ولا لا هاي كي شفت السؤال ضروري هو لا بد منك ما خاصك معادلة التفاضل ديال يو سي ضروري اش غدير غدير اذا غدير فرونسي اون رومبلاس يو سي باغ يو ار دون ليكواسيون ديفيرونسيال وترقم رقم واحد بالعربية بتعويض يو سي بي ناقص يو ار في المعادلة التفاضلية الأولى ولا تصنت ولا شاشك هاشكو نعوض يو سي في المعادلة التفاضلية الأولى اون رومبلاس يو سي دون ليكواسيون ديفيرونسيال ان ولا اون رومبلاس يو سي باغ موان يو ار دون ليكواسيون ديفيرونسيال ان بالعربية هي نعوض يو سي في يو ار في المعادلة التفاضلية الأولى فنجي شنو غنلقى غنلقى ناقص يو ار زائد طو دي تاع ناقص يو ار سير دي تي كتساوي زيرو عندي ناقص ثابتة خاصها تخرج يعني تولي ناقص يو ار ناقص طو دي يو ار سير دي تي كتساوي زيرو غنفاكتوريزي بواحد الموان موان فاكتور دو ار بلس طو دي يو ار سير دي تي كتساوي زيرو ناقص غطر مع الزيرو غتولي يو ار بحال قلتي هادي ناقص مكيناش مكتأثرش مكتأثرش بقات ناقص زيرو ناقص زيرو في الطرف الاخر ناقص زيرو هي زيرو راكم عارفين باينة زائد طو دي يو ار سير دي تي كتساوي زيرو هادي لقيتيها لقيت يو ار دي ار سير دي تي صح دابا اش كدير هنا قلت لك سنج ليا خويا المعادلة التفاضلية ديال اي من هنا اش غدير غتقول يا خويا نعلم ان يو ار كتساوي ار برافو لي برافو علي متفقي كتقول انا الا بغيت نسنج معادلة التفاضل ديال يو ار ديال اي كاين شي طريقة اما نضرب هادو في ار كيش غتولي غدير بضرب او ملتيب ليكواسيون المعادلة التفاضلية ليكواسيون ديفيرونسيال اولى هي اللي ترقم رقم واحد تأطرو ترقم رقم واحد هي او ملتيب l'équation différentielle 1 par ou la phi r yani bi r phi r on va faire r fait magie شنو غنلقى اخو نضرب لي كامل في r غنلقى r ولكن سمحوا لي سمحوا لي دا عودني منكم هنا كاينه اي دابا تدير شي نضربها في ار هانت ضربتها في ار يعني تولي ار يو ار ياك غتولي هادي ار يو ار زائد طو ار دي يو ار سير دي تي كتساوي زيرو بغيت دابا نفهم حاجة بدا عفاكم فرحي بخوتي هنا 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 تا قلتي بضرب واش ار يو ار هي اي لا ار هي ار يعني خاصك تضرب المعادلة التفاضلية الأولى إلا بغيت إلا شتي راه خاصك دير نورمالمون خاصك دير الطريقة خاصك دير عندك إير كتساوي إير خاصك دير لي نعوض إير في المعادلة التفاضلية الأولى يعني أون رومبلاس إير دون ليكواسيون ديفيرونسيال أن شنو غنلقى غنلقى إير إي
زائد طو دي ار اي سور تي تي كتساوي زعما هذاك الحد هو عوض يو ار ار اي هاي عوض هاد يو ار ار اي هاد ار غتخرج من الاشتقاق غتولي ار اي زائد طو ار دي اي سور تي تي كتساوي زعما فاكتور زد ار ار فاكتور دو اي زائد طو دي اي سور تي تي كتساوي زعما عندي ار مكيش تكون كتساوي زعما إذا غتبقى اي زائد طو دي اي سور دي تي كتساوي زيرو وصافي تلقيتيها صافي تلقيتيها صافي لقيت اي ودي اي سور دي تي صافي فهمتوني بغيت نعلم ان ار كتساوي ار اي وشديت هاد ار عوضتها بار اي حقاش انا بغيت اي فهمتوني صافي دابا قالك معادلة التفاضلية تاع اي اش كتقول دابا معادلة التفاضلية ديال اي كدا 16 مع راسك كتقول يعني خاصني اي و دي اي سور دي من هنا غنجيب دابا هي ركزوا معايا شنو غندير غنديرو نعلم ان حسب قانون اذا في التوترات يعني دابخ لا لوا داديسيون دي طونسيون شنو عندي اخويا عندي اخويا يو سي زائد يو ار كتساوي زعما ياك انا اش خاصني غندير لدينا يو ار كتساوي ار اي بعداك نعوضها اذا غتولي يو سي زائد ار اي كتساوي زعما دابا انا اش خاصني خاصني يبدا يصير تيت دابا اش كتقول كاين عندي علاقه بين يو سي اي ولا لا هاي اي شحال كتساوي هي دي كي سور دي تي تا اش كتساوي هي سي دي يو سي سور دي تي خصك نحافظ هاد العلاقة تحافظ عليه بقاش كو هي سي يو سي وشد لي هادي عوضها يعني تولي اي كتساوي دي سي يو سي سور دي تي وباعتبار ان السي تابتة تخرج تولي سي دي يو سي هاكا انا نشرح لكم بلاتي شوف كلشي فيكم حافظ العلاقة هما العلاقات الأساسية كل شيء فيكم حافظهم هم كاين هادي وهادي أنا بغيت نحاول نبرر ليه كتعرف إي كتساوي دي كي سير دي كي كتساوي سي أوس هادي عوضها هنا غتولي دي سي أوس سير دي تي سي عندك تابت خرجها يعني غتولي سي دي أوس سير دي تي السلام عليكم دابا أنا خصني نحاول نشق هادو باش نحصل على دي أوس سير دي تي فهمتوني فهادي ولا خاصني الشق هاد انا نوريكم دابا واحد الطريقات هنا الطريقه الاولى كي غيشد من هنا الطريقه الاولى غير الشق هادي غيدير دي او سي سو تي تي زائد ار غيقول عندي ار ثابته بحال اللي قلتي هادي هادي لا او سي زائد ار اي الكل بريم يعني هي او سي بريم زائد ار اي الكل بريم عندك اف زائد جي هي اف بريم زائد جي بريم انا عندك تافت هنا تخرجها هنا تولي ار اي بريم يو سي بريم زائد ار اي بريم هاد يو سي بريم هي دي يو سي سير دي هاد اي بريم هي ار دي اي سير دي تي كتساوي زيرو فاش خصني نضرب في السي نضرب كلشي في السي اش غتولي غتولي سي تي يو سي سور تي تي زائد ار سي تي اي سور تي تي كتساوي زعما هادي راهي زائد ار سي دي اس دي تي كتساوي زا غندير لنا داتو كتساوي اف سي اذا معادلة التفاضلية الرقم هذا رقم واحد اش غتولي ولا غدير لها نيشا اذا اي زائد طو دي اي سو دي تي كتساوي زا صافو تلقيتيها
تلقيتها الطريقه الاولى. دابا ندوزو دابا الطريقه الثانيه. تصنت الطريقه الثانيه اش كاين شي واحد غادي في الطريقه الثانيه؟ تصنت لي مزيان في الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كاين شي واحد غادي غيشد هادي غيعوض غيخلي او سي ياك زائد ار اي كتساوي زيرو. هاد او سي باش غيعوض غادي لدينا كي كتساوي سي او سي. اذا او سي كتساوي كولس وغيعوض او سي بكولس ومنه شغيق كولس سي زائد ار اي كتساوي زيرو. قدر دابا يضرب كلشي في سي الا بغا هنا تولي كي زائد ار سي اي كتساوي زيرو. ضرب كلشي في سي هادي في سي وهادي في سي وهادي في سي. دابا غيشق غيكون ركزو معايا شغيك غيكتب نشق نشق المعادلة التفاضلية وبالإشقاق. تصنت ركزو معايا غيكتب وبالإعتماد على الإشقاق ولا يقول نشق هادي هادي هذا التعبير فنجي من غتشق واش غتلقى من غتشق غتلقى ديكي سو دي تي بحال قلتي بحال هكا هادي من غتشق واش غتولي زائد هاد ار سي بحال قلتي كي عندك هاي عندك كي زائد ار سي في اي الكل بري هي كي بريم مبقاش متغير زائد ار سي في اي بريم ار سي عندي تابت غتخرج هنا تولي كي بريم زائد ار سي اي الكل بري هاي زائد ار سي عندي تابت هاي دي اي سور دي تي كتساوي زيرو. هاد دي كي سور دي تي واش غنعوضها اي يعني تولي اي زائد ار سي دي اي سور دي تي كتساوي زيرو. غندير نهضر طو كتساوي ار سي شنو غتولي غتولي اي زائد طو دي اي سور دي تي كتساوي زيرو. وانا لقيتها ساهله متفقين متفقين دابا فهادي ساهله مو خسرو تكتب هادي نشق نشق هذا التعبير فنجي متفقين. دابا سمحوا لي واحد الملحوظه ما قلتهاش لكم قبيله ملي اعتمدت على الطريقه الاولى انا نقول لكم نرجع نقول لكم دابا تصاد. دابا ملي اعتمدت على الطريقه الاولى جات خليتها بحق نسيت دابا قلت لكم خاصكم تكتبوا نشق هذا التعبير فنجي غتكتبوا نشق هذا التعبير فنجي دي او سي سو تي تي زائد دي ار اي سور تي تي كتساوي الشقة ديال زيرو هو زيرو. هاد ار عندي ثابتة يعني غنخرجها فهمتوني يعني تولي بحال هكا فهمتوني. دابا هاد فاش غنضرب دابا الأطراف غنضربهم في السي يعني اش غتولي غتولي سي دي او سي سور دي تي زائد ار سي دي اي سور دي تي كتساوي زيرو. هاد سي او سي غنعوضها باي غندير نعلم ان اي كتساوي سي او سي غندير نعلم ان سمحوا لي اي كتساوي سي دي او سي سور دي تي. ها هي ها هي كتبان ليكم ها هي عباد الله. إذن اش غتولي غتولي اي زائد ار سي تي اي سور تي تي كتساوي زيرو. غدير نضع طو كتساوي ار سي. إذن غتولي اي زائد طو تي اي سور تي تي كتساوي زيرو صافي. دابا غنحاول ندوزو استنتاج المعادلة التفاضلية ديال او ار. دابا غنحاول ندوزو استنتاج المعادلة التفاضلية ديال او ار. صنف باش غنستنتج شوية ليك غندير لدينا في ار كتساوي ار. دابا دابا كيف كتلاحظ الى ضربت هادي في ار اش غتولي ار اي زائد طو ار دي اي سور دي تي. ار اي ماشي هي ار غندير بضرب غتكتب اون ميلتيبل ليكواسيون ديفيرونسيال ان دون ار يعني بضرب المتفاوت المعادلة التفاضلية الأولى في R يعني أشتب
on multiplie l'équation différentielle 1 dans R. Ou là, en R. En R. Et on a R. Ça fait ça. Ça fait RI. C'est R. TI sur T. 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 R I زائد طو دي ار اي سير تيت بدا كيول مسكين شتيت هادي دخلت بدا كيول ار دخلت في الشقة بحال دخل بحال تخرج يعني اش تولي هاد ار اي هي او ار نعوض ب ار زائد طو دي او ار سير تيت كتساوي صافي جبت هادي الطريقة الأولى الطريقة الثانية شنو تقدر دير ركز معايا في الطريقة الثانية الطريقة الثانية ركز معايا مزيان فيها سمحوا لي نمشي مساحة صبورة الطريقة الثانية الطريقة الثانية من هنا غنحاول نجيب اي باش نبلاصي هنا غندير اي بان اي انتيغال او ار سور ار ومنه غنكتب ومنه وبتعويض اي في المعادلة التفاضلية الأولى ولا دو اون رومبلاس اي dans l'équation différentielle 1 et on trouve j'ai UR sur R c'est top DUR sur R sur T que c'est où ça est-ce que tu veux UR sur R c'est R عندي تاب تخرج هنا تولي طو على R دي او R سو تي تي كتساوي زيرو دابا باش نفاكتوريز بواحد على R هنا اش تولي غتولي ليا واحد على R فاكتور دو او R زائد طو دي او R سو تي تي دي كال زيرو واحد على R كيفاش كتكون كتساوي زيرو إذا غتبقى أو آر زائد طو دي أو آر سو تي تي كتساوي زيرو صافي متبقيش متافقين نتمنى لحد دابا تكونوا استفدتوا معنا في هاد الحصة هادي الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول ندوز لكم الحلول تاع المعادلات التفاضلية إن شاء الله يلا نخليكم دابا في أمان الله.